يومي. يعني كنا نسمع عن السابقين، أما الآن فقد شاهدنا وسمعنا، رأينا رؤيا العين وسمعنا بآذاننا ماذا حصل للسيد الله وماذا يحصل للسيد كمال الحيدري. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا بيعها. وماذا يحصل للسيد كمال الحيدري وهم من داخل المؤسسة وهم مجتهدون ومراجع ولهم مقلدين، وهم يعني أظن أن أبحاثهم يعني لم تهز أركان المذهب، ولكن خوف حراس العقيدة، من يسمون أنفسهم حراس العقيدة، خوف نعم. إشاعة، الخوف من إشاعة هذه الثقافة، ثقافة التفكير، من ثقافة التفكير والنكد نعم. يعني هم يعتقدون بأن مثل هؤلاء يعني يشجعون على البحث وعلى التفكير المستقل، والبحث والتفكير المستقل إذا كان صاحب فكر ما أو صاحب مذهب ما واثق جدا من مبانيها العقائدية والفكرية، فلما الخوف إذن؟ فلما التكفير؟ فلما يعني استخدام الإرهاب المعنوي ضد أي باحث حر أو محايد؟ فهذه مثيرة فعلا للعجب والتساؤل، مع العلم أنه عندما تواجه أحدهم ببعض الروايات الموجودة في كتب المذهب وهي تنافي بعض ما يذهبون إليه، فعندئذ يعني يسميها الشيخ عز الدين البغدادي له كتاب عن الغلاب، فيقول نعم. لديهم يعني مسألة يسميها التفصي، يعني حسن التهرب، عندما تواجههم بأي رواية فيقول لك بأن يمكن للإمام أن يكون قد قالها تقية، فكيف عرفت نعم. أن هذه تقية وبأن هذه الرواية التي تمسكت بها ليست لم تكن تقية؟ كيف نعم. تحكم أي رواية قيلت تقية وأي رواية قد قيلت فعلا؟ يعني نعم. هذا مسألة يعني بأي منهجية نريد أن نغربل هذه الروايات أو نحكم على هذه الروايات؟ يعني كلما يعني واجهتهم بآية قرآنية فيقولون لك وما أدراك بأن هذه دلالة هذه الآية هي ما تذهب إليه، وتكون الآية التي نستدل بها آية صريحة نعم. من الآيات المحكمة وليست من الآيات المتشابهة، حتى نعم. الآيات عندما نستدل بها أو نواجههم بها يعني يخرجون علينا بأن هذه الآية ظاهر وباطن، وبأن نحن لنا علم الظاهر وعلم الباطن، يعني لا تستطيع أن تمسك بهم، فهم يعني لديهم قدرة يعني تشبه قدرة البهلوان على الـ على الـ على التهرب والتفصل نعم. التهرب والتفصل نعم. كيف لنا أن نرصد لهم في هذه العقلية دي.